بالعودة إلى تركيا، وينضم إلينا الأستاذ توران كشلاكجي الكاتب والصحفي التركي. أستاذ توران مرحبا بك، كيف تقرأ التضارب بين تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأفعالهم؟ مساء الخير. كما تعرفون أمريكيين خاصة حينما سياستهم في الشرق الأوسط صار لخبطة فيها كبير جدا في 5 سنوات الأخيرة، لا يعرفون ماذا يستطيع أن يفعل في هذه المنطقة. مما نرى في السنوات الأخيرة يدعمون بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة ويريدون أن يدخلوا ويصححوا أخطائهم بطريقة خاطئة أيضا مرة ثانية، وهذا نعم. مما رأينا هذه الأيام، كما دعمهم للحزب الإرهابي PYD في داخل سوريا، وفي مدة قصيرة جدا دعموا بأسلحة ثقيلة. والآن سؤال، أنتم لماذا تدعمون لهذه المنظمة الإرهابية في داخل سوريا وهم يقولون أننا ندعم لهذه المنظمة ضد داعش؟ إذن السؤال هنا، لماذا البرزاني يحارب ضد داعش في العراق وأنتم لا تدعمونه؟ وصار شهرين 3 أشهر برزاني طلب منكم أسلحة وأنتم لا تعطونه ولا أسلحة بسيطة جدا أيضا. هيدا الذي لا تحارب مع داعش الآن وأنتم تعطونه أسلحة ثقيلة جدا، إذا هناك شيء، هذا الدعم لهذه المنظمة، إذا هذه ضد تركيا. نحن نقرأ هذا، هناك هذا ضد أمن التركي، هناك يريدون من تركيا بعض أمور ويريدون أن يوقفوا تركيا لتدخلها، أن تركيا الذي تأخذ السياسة الأمريكية في المنطقة، وهذا هو سبب ما نراه وراء هذا العمل. نعم، الرئيس أردوغان أوضح أن تسليح ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية يتنافى مع طبيعة العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة. برأيك لماذا ظهر هذا التصريح قبل فترة من اللقاء الذي سيجمع أردوغان وترامب؟ طبعا كما تعلمون أن سيكون هناك لقاء بين أردوغان وترامب في الأيام القادمة، وهذا هناك كلا طرف صراحة كلا طرفين الآن هناك سيكون هناك إعطاء، أخذ والإعطاء سيكون في أيام القادمة. في أظن في قبل أن يكون هذا اللقاء هناك تحدث كمثل هذه الأمور وبيانات، وسنرى في النهاية بعد 3 أيام ماذا سيخرج من هذه النتيجة، هل سيتفقون على شيء أم سيستمر هذا سيكون سنراه في أيام القادمة. نعم، أيضا بن علي يلدرم صرح بأن تركيا ستواصل قتال المجموعات الإرهابية وخصوصا قوات سوريا الديمقراطية حتى لو تم تسليحها أمريكيا. يوما بعد يوم نجد تصاعدا في حدة الانتقادات التركية للدول المتدخلة في الملف السوري، ما سبب ذلك خصوصا أن اتفاق وقع الذي وقع في أستانا قبل أيام شاركت فيه تركيا؟ كما تعلمون أن تركيا تريد أن تحل المشكلة السورية، وهناك نعرف هناك بعض الدول كأمريكا لا تريد أن تحل هذه المشكلة السورية، وصار 7 سنوات تستمر هناك قتال وقتل من الناس ملايين من الناس هناك ولا يفعلون شيء ولا يتحركون، حتى في أمم المتحدة يمنعون أن هناك منع القتل الناس هناك، في والأمريكيين هم رأس هذه الشيء. وهنا حينما لا تدعم قتال في داخل سوريا ولكن تدعم بعض المنظمات الإرهابية وتريد أن يسبب وتريد أن يقاتلوا ضد داعش، ولكن هم لا يحاربون ضد داعش، هناك شيء. إذن أنتم تريدون أن تستمر هذا الحرب وتستمر وحتى يباد هذه المنطقة، ما هو الهدف أمريكي من هذا المجال؟ لابد يسأل لأجل هذا. تركيا تقول لو أنتم استمرتم في هذا لا تريدون أن تمنع في حرب هنا في داخل سوريا، إذن سيكون لنا تدخلات فيها أيضا كما دخلنا من قبل، الآن سندخل، كما نحن سنمنع داعش، نحن سنمنع المنظمات الإرهابية الأخرى التي في المنطقة، هذا هو الهدف التركي. وكما صرح رئيس أردوغان قبل أيام، قال لعل في يوم واحد من الأيام سندخل مباشرة وستسمعون أننا في الداخل. نعم، الكاتب والصحفي التركي الأستاذ توران كشلاكجي، شكرا جزيلا لك.